فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مس المصحف بالنسبة للأطفال الصغار؟ الأطفال الصغار يتسامح في حقهم لأنهم لا يعقلون الطهارة، ولا يتسامح في حقهم إذا مسوه، ولكن من باب التعليم والتربية يربون على الوضوء قبل مس المصحف، يربون على هذا، ولو أنهم مسوه بدون وضوء يتسامح في هذا لأنهم غير مكلفين. نعم. وكذلك كان المعلمون في الزمان الأول إلى أن أدركناهم ما كانوا يعطون الأطفال مصاحف ولا أجزاء، يعطونهم ألواح، يكتبون في ألواح معهم، يكتبون السورة أو بعض السورة في لوح يكتبه المدرس ويقرأه الطالب ويردده حتى يحفظه، فإذا حفظه مسح هذا وكتب له آيات أو سور أخرى حتى يكمل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.